مشاهدون قناة شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر والعاجل من مدينة الدار البيضاء، بالضبط من شارع افغانستان. فمن بعد لايف شوف تيفي اللي درناه عاد شويه دابا، اللي داك جات وشعلات الضوء ورجعات الحاله كيف ما كانت من شحال هادي، وبالضبط شارع افغانستان اللي كان كيعرف انعدام الاناره واحد 5 دقائق دابا ولا 10 دقائق. فمن بعد ما درنا اللايف مباشره جاو ليدك وصايبوا العطب اللي كان الشارع كامل كان ظلم. مرحبا خويا سعد، مرحبا، انا كتبالك خويا، مرحبا. خلي لي ميساج خويا سعد في واتساب، انا مرة عطيتها لك. هذا شارع افغانستان الاخوان اللي كان كيعرف شويه دابا انعدام الاناره والكريساج كان غادي يكثر، والحمد لله من بعد اللايف اللي داك جاو وشعلوا الضوء ورجعوا الدنيا كيف ما كانت شحال هادي. انتم البطوات هما شعلوا كاملين ديال شارع افغانستان، انتم الاخوان كاع البطوات اللي كانوا طافين هما شعلوا الحمد لله. فكنتمنى على انكم تبارطاجيو باش اللي داك تراجع الاوراق ديالها، وفين ما يكون شي مشكل خصهم يطرقوا ليه في اقرب وقت، ماشي حتى نديروا لايف، ماشي حتى يربطوا بينا اتصال الناس، ماشي حتى تنوض البلباله عباش ديروا تدخل ديالكم. فخاص تدخل يكون مستعجل وفي اقرب وقت. خويا سعد انسالي اللايف وخلي لي ميساج في واتساب، خلي لي ميساج في واتساب. زهرة لياسمين، السلام عليكم خويا، احترامات لك خويا. انا لايف نسالي اللايف نعيط لك. لما داروش لهم شميعات شعلوا لهم الضو رجعوا كيف ما كان. هانتم الإنارة رجعات للحي الحسن. فهذا الشيء بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل قناة شوف تيفي قناة الشعب، وفضل البارطاج ديالكم الحمد لله الضو رجع للمكان ديالو، رجعات الدنيا كيف ما كانت شحال هادي. حتى لهنا غنوصلوا على نهاية هذا البث المباشر، نتلاقاو في بث آخر إن شاء الله.